السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كما طلبتم مني أن أجرب لكم هذا الخيط على البصل، وأنا أول مرة في الحقيقة أجربه لأنني لا أشتغل به أبدا على البصل، ففعلا جربته وكان يعني مرة بسهولة، ولكن يعني يجب أن يكون عندكم هذا الخيط. كما ترون هو يعني رقيق جدا، وهذه الشعيرات هي أيضا خفيفة، وكما عملت في الماكينة الأخرى انظروا إلى ممر الخيط، عملته هنا وهنا فقط، ولم أضعه هنا في هذه التنسيون حتى لا تجره كثيرا. وطبعا عملت آخر ريغلاج أو عيار الذي هو 8، سأشتغله أمامكم. طبعا البداية أنا بدأت بخيط آخر وعملت المشطة وتقالت، ثم اشتغلت بعض السطور. ترون هاي السطور التي اشتغلت، طبعا يعني عندما أمر بالسطر أرفع هذا بيدي حتى لا يتكتل في الجانب. مرة أنزل هكذا، مرة انتبه إلى الجوانب. وأنزل هكذا. ننظر النتيجة، هي تقريبا مثل الماكينة الأخرى، ولكن حرصنا على أن تشتروا مثل هذا الخيط، هو رقيق جدا كما ترون. أما غيره فلا أظن أن باصاب ستشتغله لكم، وعموما فنحن نشتغل هذا يعني في الأكمام فقط والكل، ليس كثيرا يعني، صبرنا واستعملناه إذا وجدتم هذا الخيط. هنا في باصاب حتى الوجه الأمامي بدت فيه الشعيرات أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.